السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الاثنين 24 من شهر أغسطس 2020، هناك خبر عاجل نزل في هذه الأثناء في ألمانيا، وأحببت أن أخبركم به قبل الذهاب والتوجه إلى النوم، لأنه أصدقائي لربما أحد الأصدقاء تكون عنده يوم غد أو في الأيام المقبلة سفرة إلى مدينة باريس أو إلى منطقة كوت دازور بفرنسا. في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية بأنه مدينة باريس مدينة تدخل في لائحة التحذير من السفر، ومدينة تنتشر فيها كورونا بكثرة. أيضا أعلنت الحكومة الألمانية على أنه منطقة كوت دازور التي تقع جنوب فرنسا في على البحر الأبيض المتوسط، يعني جنوب شرق فرنسا مع الحدود مع إيطاليا، المنطقة التي فيها مدينة نيس، فيها مدينة كان، فيها مدينة موناكو، إمارة موناكو إلى آخره. هذه المنطقة تعتبرها أيضا الآن ألمانيا منطقة موبوءة. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذا يعني من يسافر منكم أصدقائي إلى العاصمة الفرنسية باريس، أو من يسافر منكم إلى منطقة كوت دازور جنوب فرنسا، يكون مجبرا على عمل فحص لكورونا عندما يرجع إلى ألمانيا في ظرف 3 أيام، أو يدخل إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوم ويسجل نفسه بجيزوندهايتس أمت قسم أو مكتب الصحة في ألمانيا، أو يتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. أصدقائي، هل يعني التحذير للسفر، يعني هل الآن أصبح السفر ممنوع إلى فرنسا؟ لا 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 أصدقائي، التحذير من السفر ليس هو منع السفر. يعني إذا سافر الشخص وعنده مثلا شي سفرية مهمة إلى باريس أو إلى كوت دازور، فليعلم فقط بأنه إذا رجع سيكون مجبر على الدخول إلى الحجر الصحي، أو يكون مجبر على عمل الفحص. الفحوص حاليا في ألمانيا ضد كورونا هي فحوص مجانية، يعني إذا جئتم من دولة، مثلا جئتم الآن من إسبانيا، أو جئتم الآن من باريس أو من جنوب فرنسا، أو حتى من العاصمة البلجيكية بروكسل، أو جئتم مثلا من شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط أو مثلا تركيا، أو يعني شي دولة تعتبرها ألمانيا دولة يعني غيزيكو، يعني دولة خطيرة، دولة موبوءة، فأنتم مجبرين بعمل فحص في المطار أو عمل فحص في أحد الأماكن. الفحص هو مجاني أصدقائي، مجاني حاليا، لكن وزير الصحة الألماني ووزراء الصحة للمقاطعات الألمانية 16 يرغبون ويقولون بأنهم يتدارسون بأن يلغوا المجانية ويلغوا إجبارية الفحص، ويرغبون الآن بإرجاع فقط الحجر الصحي بدل الفحص. سألوهم وقالوا لهم لماذا يترغبون بإلغاء الفحص؟ قالوا لأنه الشخص إذا سافر إلى دولة ونحن حذرنا من تلك الدولة وجاء، لماذا نحن كحكومة ألمانيا سوف ندفع له الفحص المجاني؟ فقال وزير الصحة يريد أن يلغي الفحص، يريد أن يلغي مجانيته، ويريد أن يجبر أي شخص رغم التحذير الألماني، بما أنك سافرت أو جئت من دولة فيها الوباء فأنت تدخل إلى الحجر الصحي 14 يوم. هذا ما يتدارسه الآن وزراء الصحة الألمان. عندما يأتي شيء جديد سوف أخبركم به أول بأول. ما رأيكم بهذا الأمر؟ ما رأيكم في أنه عدد كبير من الدول أصبحت ألمانيا تعلن بأنها دول موبوءة تحذر من السفر إليها؟ ما رأيكم في رغبة وزارة الصحة إلغاء الفحوص، وأي واحد جاء من شي دولة حذرت ألمانيا منها أن يدخل إلى الحجر الصحي؟ ما رأيكم في هذا الأمر؟ نفتح بابا للنقاش، متشوق لقراءة آرائكم أصدقائي. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.